هلا بكم شباب، خل اخذكم في تور في مكان الجيمنج، لان احنا قناه جيمنج، فبس بغيت اسوي تور حق منطقه الجيمنج في كوميكون. خلينا نبتدي من صوب هنا اللي تونا كنا جايين من لعبه ريمبر مي موجوده. وبعدين عندنا لعبه نينجا جايدن اللي توها نازله، مفروض اليوم نينجا جايدن 3 على الاكس بوكس، اللي كانت بس على ال نينجا جايدن 3 مالت اللي كانت على الويو، صح؟ صح دوم؟ اي اظن نينجا جايدن نفسها اللي بس مطوره شوي. المطوره كانت على الويو، اسمها ريزرز ايدج. صحيح؟ اي. فهاي هي نسخه الويو بس جايه على الاكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3. فحياكم هنا. عندنا لعبه ريزن تيفل اللي على 3 دي اس، صارت على الاكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3. صراحة أنا أشوف الجرافيكس مو أحسن من ألعاب الريزنت إيفل نفس الريزنت إيفل 6، لكن الجرافيكس زين. يعني مو ما تتوقعون شيء كذي من لعبة 3 دي اس لما نقلوها هنا. أكيد شغل وايد صار نفس ما قلت لكم في فيديوهات ثانية عن التكستشرز والإفكتس والريزولوشن. إذا شفتوا فيديوهاتي على الكمبيوتر نفس الحالة، من 3 دي اس قاموا سووا نفس الشيء كأن السيتنجز زيدوهم. وطبعا فريق عمل كامل لازم يكون هنا نغيرون يزيدون في الجرافيكس وينقلونها للكونسولز. خلينا نروح شويه هالصوب. المنطقه هنا كامله لعبه انجاستس الفايتنج، اللي فيها باتمان وفلاش وجرين لانترن وكل شخصيات دي سي اللي يتهاوشون على نمط مورتال كومبات. لعبه عجيبه صراحه، 100% باخذها انا، لان انا احب مورتال كومبات وايد. صراحه اول ما قلت مورتال كومبات اشتقت حق اللعبه بلعبها مره ثانيه. فعلى نفس نمط مورتال كومبات مني بنشوف من قريب عقب شويه، بس خليني هالصوت. عندنا دعايه اللعبه اللي ننتظرها ونسوي شغلون الفيديو، صار فيل صغير. فباتل فيلد 4 عندنا هني فيجمنت بدال ما يشتغل قاعد يلعب، طبعا يعني يسوي روحه ما يطالع الكاميرا، يسوي روحه يقول لكم تعالوا شوفوا قاعد يلعب باتل فيلد 3. الله يعلم ليش. خلي ننتقل. عبالك 4 ما ادري، عبالك باتل فيلد 4 يبوها هني. انا اقول لك فيلز لايك 3 ما اعرفه ما اعرفه. فشلنا قسما بالله فشلنا. ارمي اف 2 اعتذر. زين هاي ال ديوات كارتيل اعتقد نسخه جديده منها، الجزء الثالث شكله، لان ارمي اوف 2 انا ما عجبتني صراحه. ما لعبت الديمو من ارمي اوف 2 اخر نسخه اللي قبلها، بتاكد وبحط لكم في الديسكربشن اذا هاي ايديد نسخه ولا لا. ما عجبتني، ما كانت حلوه. عندنا هني العب ارمي اوف 2 للحين. عندنا هني كرايسيس على البلاي ستيشن 3، مو كرايسيس 3 صح؟ كرايسيس 3 صح. اي بس اتاكد بعد لا اسوي فيل نفس فيجمنت. خلينا نروح على الصب. قاعد يلحقني بعصا فيجمنت. عندنا هني احد يلعب ستار كرافت اعتقد. وهني عندنا بلاك اوبس 2 زومبيز برنامج والله. وهني دوم علشان ما يطردونا من الايفنت. لا تصور الجيم بلاي، بس صور من برا شنو. تعال نرويهم من برا شنو ذي. للاسف ما نقدر نصور الجيم بلاي. حمودز واحمد نشيت قال لنا ممنوع التصوير. هم قالوا لنا انه يعني الاوادم مال سوني قالوا ممنوع التصوير. لعبه ذا لاست اوف اس لعبها فيجمنت وانا شفت الجيم بلاي، كان صراحه برنامج شنها انشارتد، لكن فيها سرفايفل. لازم تجمع هيلث، تجمع اكل، تجمع اشياء كذي. فخلينا ننتقل هالصوب بدون ما نصور ذا لاست اوف اس. لو جيتوا كوميك كون كان قدرتوا تلعبون، للاسف ما نقدر نصور. عندنا فيديو جيمز لايف. فيديو جيمز لايف العرض الموسيقي حق العاب الفيديو جيمز. سووا اول عرض في دبي واعلنوا انه بيسوون عروض ثانيه في مناطق دول الخليج. قالوا ان شاء الله بيسوون، وقالوا ان شاء الله في الهند بعد بيسوون. ما حصلنا اي خبر لحد الان، يمكن بكره في اخبار عن الموضوع. بنشوف شنو عندهم اخبار جديده. هالصوب ما له علاقه بالجيمنج. خلينا ننتقل هالصوب.
عندنا عرب جولف رول بلاينج كوميونيتي، الالعاب الرول بلاينج حق وور هامر، وحق من احلى الالعاب اللي احبها انا الدي ان دي. دوم ميت متحرمص قاعد يصور الدي ان دي حق فيجمنت يقول. زين خلينا نشوف شويه جيم بلاي من هنا. انجستس من بعيد بس شوفون هني مثلا سوبرمان ضد مندي وين. لا مو جرين لانترن، مندي دوم تعرفه؟ هاي اسمه مو جرين لانترن دي، مو جرين لانترن هاي اللي ويا باتمان اللي ويا روبن. روبن الاول اللي هاد نايت هوك. نايت وينج. نايت وينج. نايت وينج اوكي. وسوبرمان طبعا سوبرمان بكافخه بس يعني يمشون اللعب. تشوفون الجيم بلاي بالضبط تقريبا نفس مورتال كومبات. والشيء العجيب هنا ان تشوف سوبرمان يسوي لك حركات خارقه نفس ما تشوفون هنا شلون يقطع. وايد عجبني الستايل مال اللعبه والسبيشلز مالينهم ما لهم حل. زين هني هالصوب عندنا اوادم شوي يلعبون دي ان دي هني. واخر شيء نفس ما قلنا لكم معرض صغير بالنسبه لجيمز 12 بس شيء زين لان هاي معرض كوميكس وانمي وهالاشياء. شيء زين ان خلوا الجيمنج. عندنا هني اوادم يلعبون او يلونون مجسمات وور هامر، لعبه وور هامر ولعبه ماجيك ذا جاذرينج. خلي شوي دوم يصورهم على السريع. نفس ما تشوفون في مجسمات يلونونهم بنفسهم. طبعا بعدين مو بس تلوين، هو بعدين يلعبون بالمجسمات العاب لعب يصير يعني. لكن صار شيء من ثقافة اللعبة انك انت تلون المجسمات وانت يعني تتعب وانت تسوي المجسم كأنك قاعد تدرب جندي ولا شيء. هم عندهم ان تلون المجسمات كلها بنفسك. وأوادم في شغلهم ما تتخيلون شلون تلوينهم وايد وايد يعني يبي له مهارة يعني تلوينهم